تحية صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. في المستهل تحيي الجزائر واليوم ذكرى 68 لعيد الاستقلال، وبالمناسبة بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة هذا نصها الكامل: أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفضل، في تاريخ الجزائر محطات مضيئة تستوقفنا ذكرياتها وتستملنا عبرها ويرفع هاماتنا شموخها، فنقف لنتذكر التضحيات ونستلهم العبر ونجدد العهد. إن ذكرى استقلالنا الوطني 68 التي يشملنا أريجها هذه الأيام هي محتوى كل المحطات اليانعة بعد أن كانت ثورة نوفمبر 1954 عنوانها وبذرتها. وإذا كانت كل أمم الأرض التي عاشت ويلات الاستعمار تجعل من تاريخ استقلالها معلما للأمجاد وعيدا وطنيا لإحياء المآثر، فعيد استقلالنا الوطني يقف على صدارة المنصة الأمامية ويشغل الحيز الأكبر، ذلك لأن صنف الاستعمار الاستيطاني الذي كبدناه وجلدناه طيلة قرن وثلث القرن لم يكن له مثيل في دروب الاستعمار الأخرى، كما أن استماتة شعبنا في دحر هذا الاستدمار ومناجزته عبر المقاومات الشعبية والحركات الوطنية وثورة التحرير الغراء لم يكن لكل ذلك نظير في أمة أخرى، لا من حيث حجم التضحيات ولا من حيث قوة الصمود ولا من حيث شراسة العدو. ويكفي أن نذكر رقم 1.5 مليون من الشهداء حتى يتبادر إلى ذهن كل إنسان عبر أرجاء المعمورة حجم التضحيات والملاحم والبطولات. إنه الفخر الذي لا يدانيه فخر، وإنها العزة التي لا تعلو عليها عزة، وإنه الإرث الذي لا يقدر بثمن ولا يتضاءل مقداره القيمي بالتقادم. إن الجزائر التي ظلت على الدوام تتحرك في فلك إرث شهداء وتستنير بإشعاع ثورتها الخالدة، لهي مدركة تمام الإدراك أن الاستقلال الذي تنعم به اليوم هو النتاج المقدس لأنهار من الدماء الزكية وقوافل متكاتفة لرموز قدموا أرواحهم على مذبح الحرية، وإننا سنظل واقفين مجندين على حمى هذه التضحيات، نصون وديعة الشهداء ونحمي حياض الوطن من أجل مواصلة وضع لبنات أخرى لتشييد صرح الجزائر التي حلم بها الشهداء الأبرار. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، إن الجزائر اليوم التي لا تفتأ تذكر بالمرجعية النوفمبرية وتقدر رمزية الاستقلال في وعمق ذكرى هي في الوقت نفسه ماضية بلا تردد في مسار الأخذ من هذا النبع الصافي، ضابطة كل خياراتها وقراراتها ومواقفها ومشاريعها وفق ما خطته ثورة نوفمبر الخالدة وما أفضت إليه من استقلال شهد العالم بأسره أنه افتك افتكاكا وقدمت على قربانه أغلى الأثمان. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، لم يكن خافيا أن المرحلة التي قطعناها كانت محفوفة بالتحديات، سواء ما تعلق بمعالجة الملفات الداخلية أو وضعية المقام الذي يليق بصورة الجزائر في الخارج، ولكن صدق النوايا وعزيمة الرجال واستشعار شرف المهمة كان دوما يبشر بالانتصار رغم حدة العوائق. نعم، لقد انتصرت الجزائر، انتصرت وهي تسترد إلى حضن أبنائها وشرف اسمها وهرم مقامها. انتصرت الجزائر في إعادة الثقة بغد أفضل، انتصرت في إعادة تماسك اللحمة الوطنية، انتصرت في إحياء الأمل، انتصرت في الإنعاش الاقتصادي، انتصرت في النهوض بالطبقات الهشة واكتساب ثقة الشابات والشبان، انتصرت في رسم الصورة التي تليق بالجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، انتصرت بصوتها المرفوع ومكانتها المحفوظة في المحافل الدولية، انتصرت وهي تهز ضمير العالم في قضية الراهن الإنساني مأساة فلسطين الشقيقة. لقد حققت الانتصار تلو الآخر على كل صعيد خاضته، وسيتحقق الأجزل والأوفر والأثمن في قادم المراحل إن شاء الله. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، إن ذكرى استقلالنا الوطني لا تبعث فينا الهمة والإدراك لمعنى أن يكون لك وطن بحجم ومكانة الجزائر، هذا الوطن العظيم الذي لم يخذله أبناؤه في أحلك ظروفه وكلما استدعاهم لمهمة لبوا نداءه
هذا الوطن الذي بث فينا جميعا روح الإقبال عليه والامتثال لأحكامه، كلما كان الموعد دقيقا وحاسما لنكون جديرين بالانتماء إليه. عاشت الجزائر تنعم باستقلالها ورفعتها ووعد مستقبلها، متذكرة في كل حال وأوان أمجاد ثورتها تحت بنود استقلالها، مغتنما هذه السانحة المجيدة لأترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، مهنئا أخواتي المجاهدات وإخواني المجاهدين بهذه المناسبة، وداعيا العلي القدير أن يديم عليهم نعيم الصحة والعافية ويبارك في أعمارهم. تحيا الجزائر، المجد وجليل السمو لشهداء الخالدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يختم رئيس الجمهورية رسالته. وعشية الاحتفالات المخلدة لذكرى 62 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، ترأس أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب مراسم تقليد الرتب وإزداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامي. وكان في استقبال السيد رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. السيد الرئيس، السيد الرئيس، وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني وتحية العلم، قدمت للسيد الرئيس تشريف القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مراسم تقليد الرتب وإزداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي. المراسم جرت بحضور كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المحكمة الدستورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، المستشار، الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وضباط ساميين في الجيش الوطني الشعبي ومجاهدين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أسدى للفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي. المقتدى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جوان 2024 يسدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي إلى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء. يقلد رتبة لواء من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العمداء الآتي أسماؤهم: عبد الحفيظ بوهناف، محمود دريدي، كريم صاري، علي زيتوني، عبد المطلب سحنون، عبد الملك وشتاتي، الطيب حسني هرشا، والي كفيف، حاج بوسلجة، يوسف نبيل تيتوش، خالد تاج، غاني بداوي، أحمد غربي، فرحات نبيل بلهول، جمال طويل، محمد سعيد جوادي، سامية رزيق، حسين
حجرس. محمد بن دوخة. محمد صدوقي. عبد الله مواقي بناني بناني. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد رتبة لواء من أجل استحقاق خاص عددا من العمداء. يقلد رتبة لواء من أجل استحقاق خاص من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العمداء الآتي أسماؤهم: التوامي رداوي، عاشور بوقرة، الأخضر علاوي، محمد الشريف حفصي، كما قلد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رتبة عميد لمجموعة من العقداء. ويقلد رتبة عميد من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العقداء الآتي أسماؤهم: الأزهر رداح، الأعرج نزيها، سليم عبورة، موسى علي خوجة، عبد القادر بوسحابة، لامية بالدار، عبد الغاني بالميهوب، عمر خلف مصابح، خميسي كاموش، موسى بن اسماعيل، ياسمينة يحيى مسعود،
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد عقيدين رتبة عميد من أجل استحقاق خاص. قلد رتبة عميد من أجل استحقاق خاص من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العقداء الآتي أسماؤهم: نور الدين نيبوش، رشدي فتحي موساوي، كما قلد السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رتبة عقيد لمجموعة من المقدمين. يقلد رتبة عقيد من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني المقدمون الآتي أسماؤهم: فريال سليماني، مخلوف بوعزيز، بدر الدين بن طاطا، أمال بونسراج، مراد سرور، محمد الأمين ديرامشي، ياسين كركاش، هند حبة، حسن سدور، سهيلة بلغيث، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد مقدما رتبة عقيد من أجل استحقاق خاص. يقلد رتبة عقيد من أجل استحقاق خاص من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني المقدم فؤاد بخاري، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أزداء أوسمة إلى عدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدني. يسدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الشرف إلى العقيد ياسمين بالعيد، العقيد محمد عفيفي، يسدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الاستحقاق إلى المقدم صبرين أبو عناني،
المقدم عادل تيراي. يصدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثالثة إلى العقيد كريم بالميهوب. العقيد إسماعيل معوشي. وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية إلى المقدم عبد القادر بوعزراني. المقدم رابح عدلي. وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الأولى إلى الرائد ليندا حجام. النقيب مصطفى أمين مكاوي. وسام الجيش الوطني الشعبي بدون شارة إلى المستخدمة المدنية الشبيهة يمينة بن دهبي. المستخدم المدني الشبيه عبد الرزاق ركاش. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قلد رتبة عميد لمجموعة من العقداء. يتفضل السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقلد رتبة عميد من طرف السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي العقداء الآتية أسماؤهم: عبد الرزاق خميس، إسماعيل بوراس، عبد القادر بوشريط، حسن صدقي، علي شعبان، محمد كنزاري، بلحمد عربي، نبيل بوشرب، كمال غردة، سونيا بن داود، صالح بوترعة، محمد شريبط درويش، أحمد مجراب، فريد شلة، أحمد جميل، يوسف فلوس، إبراهيم عباس، من جهته قلد الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري رتبة عميد لمجموعة من العقادة. يقلد رتبة عميد من طرف السيد الفريق أول قائد الحرس الجمهوري العقداء الآتية أسماؤهم: إدريس بوعبشة،
محمد رمضنية. فؤاد أكسل. فوزي بالا. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أرابا في مستهل كلمته عن امتنانه لسيد رئيس الجمهورية على إشرافه شخصيا على هذا الحفل الذي يعد بمثابة تكريم مستحق لإطارات وزارة الدفاع الوطني نظير الجهود المبذولة لأداء المهام الموكلة إليهم بكل مسؤولية واقتدار. بداية يطيب لي بهذه المناسبة السنوية المتميزة أن أتقدم باسمي الخاص وباسم كافة المستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأسمى عبارات الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لإشرافه الشخصي على مراسيم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي. هذه المراسيم التي تأتي في غمرة الاحتفال بواحدة من أهم محطات تاريخنا المشرق ألا وهي الذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا معني النصر والإصرار الدائم على الدفاع عن بلادنا وقرارها السيد والعمل على رقيها ووحدة شعبها ونهضتها الحضرية وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر الخالي. كما نؤدي من خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الوطنيين المخلصين واجبة العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة ونجدد فيها العهد الذي قطعناه أمام شهداء المقاومات الشعبية الباسلة والثورة التحريرية المظفرة الذين ضحوا من أجل استقلال واسترجاع السيادة الوطنية وكذا شهداء الواجب الوطني الذين فشلوا المشروع الظلمي للإرهاب الهمجي وحفظوا على الطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي. الفريق أول سعيد شنقريحة أكد أن الدعم المستمر الذي يقدمه السيد رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرانة منظومتنا الدفاعية. إنني على يقين تام أن إشرافكم السامي على هذا الحفل والدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمونه للمؤسسة العسكرية سيكون له عظيم الأثر على معنويات مستخدمين من مختلف فئاتهم ومسؤولياتهم وسيدفعهم إلى حث السير وتسريع الخطى نحو كسب رهان تطوير قواتنا المسلحة والارتقاء بقدراتها القتالية ومستوى جاهزيتها إلى ما يتوفق وعظامة مهامها الوطنية والدستورية. فتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط وضباط الصف والمستخدمين المدنيين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة يكتسي رمزية قوية ويعد سنة حميدة تترصع بها تقاليد وطننا الغالي ومؤسساتنا العسكرية والسانحة متجددة يحصد من خلالها
إطارات الجيش الوطني الشعبي ومستخدميه حصائل أعمالهم بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة عرفانا لهم وتقدير لمجهوداتهم وتثمينا لمثابراتهم على خدمة جيشنا العتيد ووطننا الغالي. في الأخير سيدي الرئيس، لا يفوتني أن أجدد باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التهاني الحار إلى كل الذين تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى والمكرمين بالأوسمة. وبمناسبة الاحتفال دائما بالذكرى 62 لعيد الاستقلال، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا، ويتعلق المرسوم الثاني بنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة وحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القصر، الفعل المخل بالحياة أو الاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو الأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات وسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا المحكوم عليهم نهائيا في باقي جناح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع، وكذا مرتكبي الجرائم المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد عثمان ديون. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير المالية العزيز فايت. نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد عقب استقباله من قبل السيد الرئيس أن زيارته لبحث آفاق التعاون بين البنك الدولي والجزائر مكنته من الوقوف على التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة. لقد تشرفت وسعدت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية. لقد قمنا بجولة لبحث آفاق التعاون بين البنك الدولي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقد مكنتنا هذه الجولة من ملاحظة التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في السنوات الأخيرة. هذه التطورات هائلة تتماشى مع ديناميكيات سياسة التحديث، وهي أيضا سياسات تحقق نتائج ملموسة. لهذا السبب أصبحت الجزائر في تصنيفنا دولة ذات دخل متوسط، هذا أمر ممتاز. كما ناقشنا كيفية تعزيز رؤية الجزائر على المستوى الدولي، لأن النتائج الجيدة التي حققتها الجزائر تستحق ليس فقط أن تعرف بل أيضا أن تشارك. ومن هذا المنطلق ذكرنا التعاون الإقليمي والإمكانيات التي تمتلكها الجزائر والتي يمكن من خلالها إقامة شراكة ديناميكية لتحويل البلاد بسرعة أكبر والانطلاق في ديناميكية إيجابية للغاية تسمح للجزائريين بالاستفادة ليس فقط مما هو جيد اليوم ولكن أيضا بتسريع ازدهارهم.
البنك الدولي هو شريك موثوق، وأريد أن أكرر كذلك تحت قيادتي سنعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الجزائرية وفق أولوياتهم واحتياجاتهم من خلال تزويدهم بكل المساعدات الفنية اللازمة، بحيث يمكنهم زيادة وتعظيم الإمكانيات الهائلة التي تقدمها هذه البلاد لصالح جميع الجزائريين. وأود أن أؤكد على شيء واحد، أن الجزائر شريك موثوق، وسنقف بجانب الجزائر كما هو الحال مع مؤسسة مالية دولية. سنكون أيضا على استعداد لدعم الجزائر، لأن ما هو جيد للجزائر هو جيد للبنك الدولي، وما هو جيد للجزائر هو أيضا جيد لأفريقيا. شكرا. كما استقبل رئيس الجمهورية وزير شؤون قدامى المحاربي لجمهورية الصين الشعبية السيد باي جينجيا. اللقاء حضره الفريق أول سعد جنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العدر بيكا. وزير شؤون قدامى المحاربي لجمهورية الصين الشعبية أكد في تصريح عقب استقباله من قبل السيد الرئيس إرادة بلاده القوية في تعميق وتعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع الجزائر. نحن سعداء بمقابلة الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة التي تتزامن مع حضورنا احتفالات عيد الاستقلال الجزائري. نحن نعبر عن إرادتنا في تعميق وتعزيز علاقاتنا وشراكتنا الاستراتيجية الشاملة مع الجزائر، وكذا لتعزيز العلاقات مع وزارة شؤون قدامى المحاربين الصينيين ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق لتبادل الخبرات وتعميق التعاون في مجال قدامى المحاربين. لقد قمنا بزيارة متحف المجاهد وشعرنا بجهود الشعب الجزائري وتضحياته من أجل تحقيق الاستقلال الوطني، وهذا ما يتشابه مع تضحية الشعب الصيني. قال فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الجزائر والصين بلدان يساعدان بعضهما بعضا في الأوقات الصعبة. نسعى إلى تحقيق تنمية الاقتصاد وحفظ السلام في العالم، فالصين والجزائر هم صديقان حميمان. نحن نسعى إلى تعزيز هذا التعاون ونبذل قصارى الجهود للحفاظ على هذه العلاقات. زيارتنا تهدف إلى تطبيق توجيهات فخامة الرئيسين لتعزيز التعاون في مجال قدامى المحاربين ورعاية المجاهدين وعائلة الشهداء. وهذا ما يعكسه عمق العلاقات بين شعبينا. في ملف السكن تنطلق اليوم التسجيلات في المنصة الخاصة ببرنامج عدل ثلاثة التي تتوفر على موقع وتطبيق إلكترونيين، تنطلق على الساعة 9 ليلا إلى غاية 3 صباحا من يوم غد، ثم يعد افتتاحها بعد ذلك كل يوم من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، لمنح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للتسجيل بكل أريحية في هذه الصيغة وبمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. نظم أمس لقاء صحفي تضمن شرح طريقة التسجيل في برنامج عدل ثلاثة. مواطن راه يتسائل كيف ندير باش نسجل في برنامج عدل ثلاثة. الحاجة الأولى اللي لازم يعرفها المواطن هو أنه كاين وسيلتين كما طرق وقال سيد المدير العام. وسيلة الأولى عبر الهاتف النقال، والوسيلة الثانية عبر الحاسوب الورديناتور. المواطن الراغب في تسجيل في البرنامج لازم يفتح صفحة انترنت ويسجل فيها الرابط موجود على الشاشة اللي هو https://adl3inscription2024.dz. بعدها تظهر له واجهة
بالنسبة للهاتف النقال نقدر نحملوا تطبيقة التسجيل إما عن طريق بلاي ستور ولا أبل ستور. في الواجهة يسيب زرين، سواء يخير الأبل ستور ولا يخير بلاي ستور ويتيليشارجي يطلع الابليكاسيون. يقدر يتفحص على الابليكاسيون يديكوفريها يشوف واش فيها والمعلومات اللي لازم يدخلهم. يجدر الإشارة أن هذا لو سيت راح يكون يعني فعال انطلاقا من اليوم على الساعة 9 مساء. يعني هي في الطريقتين، سواء الطريقة تاع الحاسوب ولا الطريقة تاع لو تيليفون بورتابل. يعني لو ليان اللي كان سبق وذكره السيد جرموني ADL 3 انسكريبسيون 2024.dz اللي خلينا ندخلوا للصفحة، الصفحة يعني راح تكون فعالة ابتداء من اليوم على الساعة 9 مساء. وكذلك من هذه الصفحة نستطيع باش نتيليشارجيو لي دوز ابليكاسيون سواء اندرويد ولا سواء الايوس. يعني هذا لو تيليشارجمون نقدروا نستاليو لابليكاسيون في التليفون، ولكن الاستعمال تاعها والانسكريبسيون راح تبدا غدا ان شاء الله على الساعة 9 مساء كما صرح السيد وزير السكن في هذا. تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وسط ظروف تنظيمية محكمة تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة. وقد بلغ عدد الراغبين في الترشح للرئاسية 7 سبتمبر المقبل لحد الساعة 33 راغبا من الأحرار والأحزاب السياسية. وسيكون آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح منتصف ليلة الخميس 18 جويلية الجاري. هذا وأكدت أمس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن خلايا المصادقة على استمارات التوقيعات الفردية تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة وأيام العطل من 8 صباحا إلى 10 ليلا. في الحدث الكروي ستشهد العاصمة اليوم الجمعة تنظيم نهائي الطبعة 57 لكأس الجزائر 2024 لكرة القدم بين العميدين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في مباراة واعدة يحتضنها ملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة 5 مساء. وتعيش معاقل الفريقين على الأعصاب آخر الساعات قبل المواجهة الحاسمة، حيث تزينت الشوارع والأزقة بألوان الناديين وراياتهما وسط أجواء احتفالية استثنائية بلافتات من مختلف الأحجام تمجد الشباب والمولودية. ختاما، احتضنت أوبرا الجزائر بعلم بسيح أمس العرض الفني التاريخي قبلة الأحرار احتفاء بذكرى 62 لعيد الاستقلال، ملحمة تحاكي المحطات البطولية في تاريخ الجزائر عبر 9 لوحات فنية تمزج بين الأصالة والمعاصرة. العرض الفني التاريخي يحتفي بإشراقات الحرية على أرض الجزائر بلوحات كوريغرافية بتقنية رقمية حديثة تعكس البعد الإنساني وتنوع وعراقة تاريخ الأمة الجزائرية. نشرتنا تمت، مشاهدينا السلام عليكم.